مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي اسال الوزراء الكرام، 20,000 ليرة دولار الجمركي عارفين شو انعكاساته او مش عايشين بالبلد شو صاير؟ يعني انقطاع كهرباء، المي، التعطل بالخلوي، يعني ما في شيء ظابط بالبلد، بس انه ما قدرتوا اتفقتوا الا انه ترفعوا الدولار الجمركي لل 20,000 ليرة. يعني كيف هيك؟ على اي دراسات؟ على اي اساس؟ اذا كان الموضوع لتغطيه الزياده او المساعده الاجتماعيه للعاملين في القطاع العام او بالاداره العامه، رابطه موظفي الاداره العامه قالت لكم ميرسي، مش من هون بتقدروا تلاقوا التمويل. ووزير الاشغال كان اقترح وقال انه من البور ومن المطار بنقدر نغطي، فليش رايحين على 20,000 ليرة دفعة واحدة على دولار جمركي؟ والمؤسف أكتر أنه ما طلع ولا أي صوت، باستثناء أكيد القطاعات يلي أكيد رح تتأثر، هن الكل يلي قال أنه نحن ولا ممكن قطاعاتنا ستقفل. هيك بدهم وزرائنا؟ بدهم يسكر البلد أكتر منه مسكر؟ بعدين أي حركة اقتصادية مع 20,000 ليرة دولار جمركي؟ وبعدين مين قال السلع المعفات ما بيلحقها شيء؟ أقله 5%، يعني بالمجموع عنا بين 25 لـ 90% زيادات. ويا مواطن لبناني ما بعرف كيف بدك تعيش، كيف بدك تكمل. نحن بنتمنى أنه أول على رئيس مجلس النيابة أن يرفض هذا الدولار الجمركي حتى ولو اتفق وزير المالية ومصرف لبنان، لأنه مش ممكن بلد بالظروف اللي عايش فيه وبظروف الناس أنه نقبل يندفع 20,000 ليرة على الدولار. ما رح نقبل، ما حدا رح يقبل. وهون ياريت بنسمع صوت النواب، خصوصا النواب التغييريين. رئيس لجنة الميل والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان عطى رأيه مشكور، ولكن بدنا آراء معظم النواب أنهم يرفضوا هالشي. ممكن الاتفاق على 8,000 ليرة، على 10,000 ليرة ماكسيموم، وتطلع تدريجيا حتى اقتصادنا يبلش يرجع ينتعج شوي شوي. إنما دفعة واحدة 20,000 ليرة، لا تخنتوها، ما رح نقبل. معلومة. بمعلومتنا لليوم، موجة الحر يلي عم تتراجع قليلا هاليومين ولكن بدها ترجع تشتد. الأربعة 24 آب رح تتجدد كمان الـ25، وتصير تلامس درجات الحرارة بقاع عن 45 درجة ولأكثر من 5 أيام. من هون بيتوجب على الدولة اللبنانية وعلى المعنيين إعلان حالة طوارئ مناخية بيئية ضد الحرائق، لأن النباتات كلها صارت بحالة إجهاد مائي صعب مما يسهل حدوث حرائق. وهالمعلومات من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية يلي هن كمان من واجباتهم ينبهوا المواطنين والمعنيين لاتخاذ كل الإجراءات. بالنسبة للإرشادات رح أعطيها، لأنه حتى ما نقول يي منا عارفين ومش عارفين في 5 أيام حرفوا العادة، لا، الكل لازم يعرف شو واجباته حتى نحمي حالنا ونحمي أراضينا والخضار خصوصا ببلدنا. على المواطنين أول شيء لما بيطلعوا يكون عندهم قبعة على راسهم، شرب الماء والعصائر الباردة، الانتباه من ترك الطعام بلا براد إذا ما في كهرباء، يعني مفروض إذا في كهرباء يكون بالبراد، عدم تناول فاكهة وخضار ولحوم غير صالحة، وضع واقي للشمس على الجبين والرأس والإيدين، ارتداء نظارات الشمس، البقاء في الغرف حتى تخف حدة الشمس وبيكون فيها مراوح أو تبريد إذا في كهرباء، دايما نقول إذا في كهرباء، عدم النزول إلى البيسين أو إلى البحر فترة الظهيرة، وأيضا عدم تناول أطعمة دسمة، الانتباه لتناول الساندويشات من السوق، الانتباه من مياه المي الملوثة يلي بتزيد تلوثها مع ارتفاع درجات الحرارة، فتح طرقات السيارات الإطفاء عند مرورها مش نتسابق مين بده يسبقها أو يمشي وراها، إعلان طبعا إغلاق أنين الغاز عند عدم استعمالها، وأيضا ما ننسى النار إذا مدوية بالغاز.
بالنسبة للإطفاء والدفاع المدني مشكورين يعني من اللحم الحي مثل الواحد بيقول، عم يعملوا كل جهد حتى يطفوا حرائق بصعوبات كتير كبيرة. من هيك نحن لازم نساعدهم ولازم نكون كتير متنبهين، هن عليهم أكيد أنه ياريت كمان الدولة بتوفيهم حقهم، يجهزوا الآليات، في كتير آليات معطلة للأسف عندهم، ياريت أنه بتتصلح، تتجهز برك المي وأيضا تتجهز عدة قطع الأشجار والأغصان والأعشاب ليكونوا هن على جهوزية تامة. أما الجيش الوطني حامل الأرض طبعا طوافاته دايما جاهزة، وكلنا بنعرف طوافات بالليل ما بتشتغل، أكتريتها بالنهار، وإبقاء خزانات المي مليئة حتى خصوصا بالأحراش. أما البلديات، البلديات وزير البيئة ناصر ياسين وجه كتاب من يومين إلى وزير الداخلية والبلديات بيطلب فيه التعميم على السلطات المحلية كافة، منع الحرق العشوائي للنفايات الصلبة على كل أنواعها، وتمنى عليهم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة وفرض الأقصى العقوبات بحق رؤساء ومجالس البلديات واتحادات البلديات، وأيضا إحالتهم للمدعين العامين البيئيين لوضع حد لهالظاهرة إنفاذا للقانون 80-2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة تحديدا 237. يعني وكأن رؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات هن يعني يلي ما كانوا معنيين إطلاقا لموضوع النفايات، فصارت اليوم كل المسؤولية عليهم. ياريت المواطنين بيلتزموا بالقوانين، بيلتزموا بالإجراءات المتخذة من قبل البلديات، وما بيشغلوا البلديات ولا اتحادات البلديات بأمور ممكن كلنا نتفاداها. بكمل حتى أقول البلديات كمان مفروض إنها تراقب كل جلسات البيكنيك اللي عم بتصير، والأفضل إذا بتتوقف البيكنيكات بفترات الذروة رح تكون ما بين 26 آب لغاية 30 آب، يا ريت ما بيكون فيه بالأحراش بيكنيك لأنه رح يكون درجات الحرارة كتير مرتفعة فوق العادة. تنظيف الأحراش والأعشاب هيدي شغلة ضرورية، العمل على تأمين خزانات الماء للإطفاء والطوافات، عناصر شرطة البلدية مفروض تكون دايما مستنفرة، وصهاريج الماء أساسا كمان لازم يكون كمان حاضرة في حال لا سمح الله، وأكيد المشاحر مش وقتها هلأ، وبالتالي إشعال كمان النار مش وقته هلأ بها الظروف هيدي. حبيت أعطي هالمعلومات هيدي ومشكورة مصلحة الأبحاث، لأنه إذا ما تنبهنا نحن بورطة كتير كبيرة، ومش ناقصنا نخسر غطاء أخضر يلي صار بشكل 3-4%، ولليوم للأسف الشديد ما في عنا حالة طوارئ. بتمنى يكون في حالة طوارئ بيئية مناخية حتى نتفادى هالأسبوع الحار جدا. من المسؤول؟ يعني هالفيديو شهينا الكبة، الكبة اللي مشهورين فيها بأهدن، وشهونا الكبة النية بالجرن رزق الله، وهالموسيقى هيك عم تشفشنا شوي شوي نحو كبرى أهدن. يا عين على أهدن ويا عين على البلدي، ومعي المسؤول عن يا عين على البلدي سمعان عقلي، يعطيك العافية. مجهور. يعني هالفيديو مش بس حمسنا نطلع من هلأ على أهدن، الموسيقى، الجو، الخضار، الكبة، هيدي كلها ناطرة اللبنانيين يلي إن شاء الله بيشاركوا بيعين على البلدي. هالسوق المجتمع المتجول للمنتجات الزراعية رح يحط بكبرى أهدن نهار الأحد 21. قدي اليوم الاستعدادات هيك على قدم وساق تستقبلونا؟ الاستعدادات هلا عم نخلصها ونوطرين، يعني احر من الجمر يبلش نهار السوق. نهار الاحد؟ نهار الاحد 21 ايام من الساعة 9 الصبح للساعة 10 عشية.
يلا خلينا نحن وياك هيك نكتشف شوي. أكيد يعني بحماية سيدة الحسن هيدي شيء أكيد، وبالتالي تسعى عنا ترويقة هدنية مميزة. جبنة ظرفية. أها. اللي ما بيعرف شو الجبنة الظرفية، هي بتنعمل بالظرف. الجبنة بتجي من المازي بنعملها بالجرد العيلي. نعم. وشو عنا كمان استاذ سمعان؟ خبرنا على برنامج النهار. جايبين نحن عالم من اهدن بيعرفوا يعملوا القرص الزغرتاوي والكبه الزغرتاويه. وجايبين دبكه الهدنانيه. وحيكون معنا شبيبه اهدن عم يحكيوا من عشيه سهره فنيه بالموسيقى. كثير حلو، يعني عنا نهار كامل للعائلات، للناس اللي تتعرف على اهدن، على المنتجات اهدن، وعلى الدبكة الهدنانية بده يكون فيها وقعات مغيرة عن الدبكات الثانية، بده يكون مميزة أكثر. صحيح، هذا هو الهدف. هذا الهدف، والهدف كمان أنه اليوم هالإنتاج الزراعي، حتى يعني أنه المشروع منطلق حتى نترك الشباب للريف وبالريف إذا بدك، في القرية وللقرية. قديش اليوم في تجاوب من شبيبة أهدن معكم؟ اليوم هذا المشروع قايم على شبيبة اهدن ومن شبيبة اهدن. إذا ما في شبيبة يعملوا المشروع ما حنعملوا من الأساس، واليوم لو منهم مش عم نعمل السوق هذا الزراعي. كثير منيح. هلا عندكم عارضين من خارج اهدن؟ يعني في ناس تواصلت معكم؟ أكيد أكيد، عندنا عارضين من كل لبنان، هذا هو هدف السوق. نعمل لبنان بيعة واحدة ونقدر نبيع كل إنتاج كل لبناني بكل أسواق لبنان. شو رح تتميز إهدن كبرى إهدن هالمرة عن ريفون وعن كمان يعني قطعنا بمطرح تاني غير ريفون؟ شو رح تتميز؟ قطعنا بالبترون بالبترون والجبة. مزبوط، وساحة البطريركية وهلأ بإهدن. شو رح يكون في شيء مميز زيادة؟ للصراحة كل أسواق عندها ميزتها وجمالها ونكهتها. نحن اللي بدنا إياه انه ميزة سوق اهدن مثل ميزة كل سوق، انه هي سوق واحد بلبنان كله. نعم. اليوم ما الهدف يكون في ميزة عن غير اسواق، الهدف انه اسواقنا كلها تنجح والمزارع يبيع انتاج وتغري للمستهلك، ونقدر نقوي المزارع تبعنا ونقوي المواطن تبعنا بالظروف الصعبة اللي احنا قاعدين فيها. نعم، يعني اكيد اهدن رح تكون كبرى اهدن رح تستقبل ابتداء من الساعة 9 صباحا للعشرة ليلا، يعني اي عائلة، اي شباب، اي مجموعات بتحب تقصد هالويكند. الاطفال حيكون في محلات انه الشباب الصغار يقدروا يقعدوا يتسلوا ويقضوا نهارهم، حتى الاهل يحطون يحضروا مسرحيات، يحضروا دي سبيكتاكل مع جنات ماريال. حيكون في نهار جيد للشباب الصغار، حتى اهلهم يقدروا يدركون يعملوا برمي بالسوق، يشتروا من مزارعين ويشجعوا المزارع تبعنا. وكمان يعني غير الانتاج الزراعي، في الانتاج الغذائي يعني اللي بيطلع من الانتاج الزراعي. ما صحيح، بدء المونه، حتى عندك الاشغال اليدويه اللي بتتميز فيها سيدات اهدن والمنطقه، ما هيك؟ صحيح صحيح، نشكر الله. يعني نحن يا استاذ سمعان بدنا نقول يعني كبرى اهدن يا عين على اهدن يا عين على البلدي. هالسوق المجتمعي للمنتجات الزراعيه يلي انطلق بتمويل من تعاونيه التنميه التابعه لوزاره الخارجيه جمهوريه البولنديه، ويلي هو مشروع للشبيبه مثل ما قلنا منهم ولالهم، يعني هي شغله كثير مهمه. صحيح. حتى تتعلق اكثر بارضها. هالمشروع بتنفذه محميه فينيسيا القديس شربل البولندية ومن تنظيم جمعية شباب الرجاء. أنا بدي بس زيد على نقطة هيدي، الله يقويهم كلهم ومشكورين كلهم على تعبهم معنا. يا عيني على بلدي هي مفكرتين، يا عيني مسار توفيق الله يرحمه كان دائما يقولها، هيدي هو سبب المشروع. صحيح. والبلدي هو الوضع اللي نحن فيه حاليا، الوضع الصعب نحن نرفض الوضع الموجود ونحاربه ونضبطه 100%. من هيك نحن كلنا ايد وحدة، الشبيبة وكل يعني كل لبنان اليوم انظار رح تتوجه ب 21 اب بدءا من الساعة 9 صباحا على الكبرى اهدن. يا عين على اهدن يا عين على البلدي، بيكون نهار رائع مع طقس كتير حلو، مع كرم الضيافة المعروفين فيها، الكبة الصغرتاوية اللي قلتها، وكتير كتير من المفاجآت يلي بتهم العائلات والمجموعات. انا بدي شد على ايدكم، بدي لكم يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله بيكونوا كتار كتار كتار، لأنه دياركم واسعة وقلوبكم واسعة. وحتى نرجع نلتقي الأسبوع اللي بعده
بزحلة عروسة البقاع. يعطيك ألف عافية أستاذ سمعان عقلي ولكل العاملين معك، بعرف إدي هلأ بتكونوا يعني ليل مع نهار عم تتواصلوا حتى تنجحوا هالنهار الحلو. يعطيكم ألف عافية، وأنا بعطيكم موعد الجمعة الجاي ضمن الحل عنا لنتعرف على سوق يا عين على البلدي رح يكون بزحلة، هالمرة رح نطلع على أهدن. منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع المتابعات. يعني اللي جمعة على الواتساب وعلى الفيسبوك الحل عنا، وكيف ما ببرم بيسألوني مدام امتى بتجي المي بالمتن، يعني بعد شوي كأني أنا يعني موظفة بمياه المتن وعم يسألوني، ما حدا بيعرف غيري أنا امتى بتجي المي بالمتن. للمؤسف للمؤسف أنا حكيت نهار التنين وقلت إنه موضوع المتن سببه كان هالمرة قناة بجعيتها تعطلت، ولكن لم تتعطل هذه القناة ما تصلحت لمبارح، وبالتالي اليوم المسؤولة المهندسة عن دبي إن شاء الله تكون عملت جولتها كاملة، وحتى بلشت تضخ المي اليوم على كل المنطقة الساحلية اللي بتاخد من الضخ، وحتى كمان تدريجيا على المنطقة العالية شوي حتى يرجع المتن ترجع له المي من بعد توقف أسبوع كامل. وكانت طلبت وقلت إنه لما هالأنية تعطلت مش ممكن نحن نهدر يوميا أكثر من 82 ألف متر مكعب مي، لأنه وكأن ما عنا مصدر تاني إلا هالقناة هيدي. هيدا شيء مرفوض، وبدأ أرجع أقوله عنا أبار، وهالأبار مفروض تغطي لما بيصير في أي عطل من هالنوع. برجع بذكرهم عنا أبار نهر الكلب، أبار نقط الياس، عنا المخاضة، عنا كذا بئر. بتمنى على المعنيين إنه دايما يفكروا بحلول، ما يجوا يغرقوا بالحفرة وبالأناية وبالعطل وننسى إنه نحنا لازم نفكر أكتر ونخلق حلول تانية حتى ما نقطع المي عن الناس من جهة، ومن جهة تانية ما تروح الثروة الوطنية على البحر هدر. من جهة تالتة إن شاء الله المحطات كمان يلي بتوزع هالمي اليوم يكون عندها مزود، ما يكون نحنا كمان عم نقول للناس رح توصل المي لعندكم من خلال المحطات بس ما عندهم مزود، لا بتمنى يكون عندهم مزود لأنه وفرنا مزود جمعة. لازم أقله اليوم هال 24 ساعة نعود على الناس يكون عندهم مي. بياخد أول اتصال. ألو. ألو، أهلا تفضلي. بونجور. بونجور مدام. ألو. إيه تفضلي. بونجور. بونجور، يعطيك العافية. أهلا فيك. معك مدام حرب من سرن الشباك. إيه أهلا مدام حرب، تفضلي. بس بدي أسألك، عندك فكرة البلديات زايدة 5 أضعاف الدفع؟ ليكي موضوع البلديات هو مفروض الزودة زيادة الرسم البلدي يعني السنوي، هيدا لازم يطلع بقانون من يعني بده يطلع بقرار أو بقانون من وزارة البلديات، ولكن اليوم يعني المتطلبات صارت كتيرة مع هالانهيار، ما عم تقدر بقى البلديات إنها تقوم بالخدمات المطلوبة منها. من هيك في بلديات عندها لجان تخمين كلفت رؤساء إنه يتواصلوا مع لجان تخمين ويرجعوا يخمنوا من جديد حتى أقله تقدر البلدية تقوم بالأعمال المطلوبة منها والخدمة المطلوبة منها لبلداتها ولإنمائها. من هيك في بلديات زادت 70%، في بلديات 5 أضعاف، في بلديات 4 أضعاف، اضطرت وإلا بتسكر البلديات ما بعد تقدر تعمل ولا أي نشاط. بالوقت يلي مجبورة كمان البلديات إنها تدفع المساعدة الاجتماعية لموظفينا، مجبورة كمان تدفع النقل، وهودي لحالهم بشكله كمان مبالغ مع التأمين يعني مبالغ لا بأس بها. من هيك اليوم على وزارة الداخلية والبلديات أن تحسم أمر بهذا الموضوع، لأنه ما كان في أمام البلديات إلا قضية رفع الرسم البلدي. هيدا اللي بدي أقولك يا مدام. كمان اتصال. ألو. ألو، أهلا تفضل. ست ريبيكا. إيه نعم تفضل. مدام ريبيكا، أنا مش شكوى بس إنه عرض مشكلة. أنا قاعد بكفية. نعم. وبنطلع بننزل على المتن السريع بفوتونا بالعطشانة، يمكن بتعرفيها للطريق. إيه بعرفها، كيف ما بعرفها؟ إيه طب فيها الأوتوستراد ما بده شيء، بده بس فرش زفت.
ما هذا اللي عم بقوله، كل ما بطلع من هنيك بقول يا عمي يعني ليش هالتأخير، مع انه البنك الدولي بمنطقة الزغرين ومنطقة بيعات كان عامل طرقات بشكل يعني كتير حضاري، يا ريت البنك الدولي بيساهم بإكمال تصفيت هالطريق هيدا على الأوتوستراد. ما بدي حللنا هالقصة يا مدام ربيع، يعني هيدا يعني هو المنطقة ما في حدا بحث معنا، ما في حدا يعني بنطلب من النواب يعني المتن يحركوها هالبلد إلا يزبطونا شوي هالطرقات. نحن بنطلب نواب المتن يحركوها، لقلك ليه، لأنه هيدا شريان حيوي كتير ويعني إله سنين، يعني سنين إله يعني من المعيب يكون ما خلص. على مشروع طبعا بيتمسك المشروع الحلو، يعني عن جد مشروع كتير حلو، بتلاقي زوار وبتلاقي هو يعني مفروض تأمين طياراتنا، الطيارة ما بقى فينا نصلحها. مزبوط مزبوط، يعني مفروض ما بعرف يا تتربك ومفروضك على البرنامج شوي بتفشيلنا قلقنا يعني. الله يخليك، مفروض تأمين تمويل تصفيت هالأوتوستراد يفتح بقى أمين بكرة بعدين، جايين نحن على المدارس على أوتوكاريت كتير بتختصر من المسافات، كتير بتختصر المسافات. بعدين بتفوتوا بقى العطشانة معلش فيها النزلة هيدي الأب بتصحت السيارات وبتفوتوا صحيح صحيح، يعني عم يعني في خطر كمان يعني اليوم صحيح. عم ندخل مدام أنت شايفتيه ما بده شيء أبدا، بس فلج زفت بس صحيح زفت. صحيح، ليش تركينه ما حدا بيعرف شو لأنه لا لا في التمويل، يعني بده إكمال تمويله لأنه الدولار 1005 ويعني اليوم كلنا بنعرف إنه الدولة ما عم تقدر تلزم إلا على الفيل كما دام هيدي طريق امبارح كمان طريق بتغرين فيلشينا زفت ما بحتها زفت، هيدي البنك الدولي زفت فوق الزفت البنك الدولي، ما في أوقات بيصرفوا مصاري على المشي بقى له طعمة واللي بده له طعمة ما بيصرفوا مصاري عليه. لأقول لك شغل الطريق اللي عم تحكي عنها هيدي البنك الدولي من يا مدام أوكي البنك الدولي هيك عم بطلب ما انا ليش عم بقول لك يا ريت البنك الدولي لاحظ كمان اكمال هالمشروع الحيوي الاوتوستراد يلي بيربط هالمنطقه، لانه من المعيب مشروع يكون واقف كرمال الزفت، هذا اللي عم بقوله يمكن ما انتبهت اللي قلته انا. على كل حال اهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، باخد اتصال جديد. الو 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 الو، يعطيك العافية ست ربيك. اهلا، معك حسن الخليطي من عرفان. ايه اهلا وسهلا فيك، تفضل. انا في عندي موضوع بالوزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. انا معي بطاقة اعاقة، انا معاق، معي بطاقة اعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. وأنا مقدم صرت على برنامج أمان وعلى برنامج البطاقة التأهيلية. نعم. يعني ما عم يطلع لي بطاقة. الوقت اللي ست ريباكا أنا أتوزع البطاقات بطريقة أنه 70-80% عم تتوزع للناس اللي يطلع لهم بطاقات. هلأ بعد عم تتوزع بطاقات هلأ؟ ما بعتقد. إيه عم يجي بطاقات جديدة. أنا معاق، يعني أنا مفروض يكون إلي حق تلقائيا من أول الناس لازم يكون إلي حق بالبطاقة. اي موضوع بتقدمه وزاره الشؤون او من خلال وزاره الشؤون مفروض انا يكون لي افضليه عن كل الناس، يعني عندك نحن المعاقين. ايه عندك رقم طلب مثلا او شيء اذا بدنا نراجع فيه؟ ايه في عندي رقم طلب 07-07 نعم 02 نعم 248 هذا رقم الطلب تبعك؟ هذا رقم الطلب تبعي يعني. اوكي، عرسال؟ عرسال حسن الخليط. والله يا ست ريباكي انا عم حكيكي من يعني محكيكي واقع، انا مش شو بدي بالناس، انا بدي اخذ حقي، يعني انا زلمه معاق وملفي بوزاره الشؤون. لقلك شغله استاذ، ما بعرف اذا ذوي الاحتياجات الخاصه معنيين بهالبرنامج. للشعب اللبناني كله يا ست، يعني اوكي بعرف بعرف بعرف، بس انا بدي اشوف لاني هذا الطلب اي متى تاريخه، عندك تاريخه كمان ولا ما بتتذكر؟ لا مقدم انا من اول ما فتحت البرامج، يعني انا مقدم عليه. اوكي خليني اشوف مع وزاره الشؤون وان شاء الله بنجاوبك بالايجاب ان شاء الله. كمان اتصال. الو الو الو، ايه تفضلي. الو تفضلي تفضلي. اوكي بليز، نحن سكان منطقه المسايد بي سليم سليم، صرنا 3 أسابيع بلا مي. 3 أسابيع ولا نقطة مي؟ ولا نقطة مي ولا مرة شيء. هلا ما بعرف إذا أنتم معنيين بموضوع هيدي الأنية، ما بعرف، بدي أسأل بموضوع المسايطبة.
ما عندي فكرة اليوم شو 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 السبب. أهلا وسهلا. كمان اتصال. يعني موضوع المي أكيد هو حياة، خصوصا هلا بهالفترة هيدي، وبعدين الناس بالفعل ما بقى قادرة بقى تدفع سترنات، يعني عم في يعني بنات عم بتجيب مرتين الستان، وصار الستان كمان ما بيجي إلا على لترات محددة، ولأنه كمان في ضغط على أصحاب السترنات، مع العلم أنه لا في كنترول ولا في رقابة لا على السعر ولا على النوعية ولا شيء، ولكن أمام المواطن اللبناني ما في إلا هالستان بالنتيجة يلي بده يلبي قدر الإمكان. فما بعرف هلأ خطة الكهرباء كيف رح بتصير، شو الجديد، لأنه ولا ممكن أنه يستمر اللبناني على الحال اللي هو عليها. ما قادر بقى يشتري سترنات ولا قادر يشتري مي، لأنه المي المعبأة الجالون عم بيوصل للخمسين ألف ليرة، يعني هيدي كمان مش بمقدور كل الناس تجيب جالونات مي كل جمعة جالون أو اثنين، يعني ما في عندها أمور غير هيك، بس لأنه المي حياة طبعا في ضرورة. كمان اتصال. ألو 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 تفضل. بدي أحكي مدام ربيكا. إيه معك، تفضل. معك ربيكا معك. آه عم بسمعك. إيه ألو، معك توني خوري. أهلا أستاذ توني، تفضل. إيه بس بدي أسألك، مثل نحنا أنا بعد شهر بطلع، بعد جمعتين بطلع تقاعد. نعم. وعم يعطوا مساعدة الاجتماعية. نعم. إيه مش مدخلينا بصل من راتب. نعم. يعني احنا بكره بيطلع تعويضنا شيء بالمره، وبعد شهر بده يدخلوها، انه نحن ليه مثلا ما بيكون الا مفعول رجعي. هيك ما بعرف، لانه بدي اسال انت باي قطاع مسيو، باي اداره مسيو خوري، انت باي اداره؟ يمكن ما عاد معي على الخط هلا. ما بعرف الا مفعول رجعي، لا ما الا مفعول رجعي، بس ما رح تدخل لصلب الراتب لحد هلا، ما بعرف، ما عندي تفاصيل زياده، ناخذ تفاصيل وبنعطيك اياها. كمان اتصال. الو. ايه تفضل مسيو. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. بدي احكيك بموضوع المنطقه جالي الديب، في سيارات بتمرق بتشفت بكل الاوقات، يعني اربع خمس سيارات مع ازاز فيمي، موتورات كتير قويه، بمجرد اذا كان دعسوا بنزين يعني بيزعجوا وبشفتوا بزيادة. وين بجلي الديب؟ وين بعشية وبالليل ساعة 3 الصبح، ساعة 4 بس الصبح. وين بجلي الديب؟ بساحة جلي الديب وكل الطرقات الثانية. ولا وما في حدا بيقول لهم يا محلى الكحل بعينكم. لا يا عمي، في شرطة بلدية مفروض تكون 24 على 24، يعني مفروض هلانية البلدية كأنها مش موجودة، ما في شرطة بلدية بالساحة أبدا. لا بالنهار في، لا لا ما في، لا بالنهار ولا بالليل ابدا. البلديه تقريبا مسكره، وحاطين شخص بتطلع على البلديه بتلاقي شخص واحد هيك حي عين حاطينه فوق بالبلديه، بالتلفزيون ما حدا بيرد. اف بالشوارع ابدا، التنظيم السير ما بتلاقي بلديه، تكون الاوقات على بتكون مطفيه الاشارات. هلا الاشارات، هلا الاشارات مطفيه، في حلف بالساحه. ايه قالوا الشباب المحلات عم بيمشوا السير بدل شرطه البلديه. حتى امبارح صباحا كان في بساحه جلي الديب حادث، يعني وصل السير لأنطلياس. ليك نحن ما في حدا بتلاقيه على كشرطه بلديه موجود بجلي الديب، بينما شرطه بالزلقه موجودين عم بنظموا السير مع احلي هون وبال بأنطلياس من عاد عنا هون منطقة جدة دي، ما بعرف لهيك. إن شاء الله ما يزعل منا رئيس البلدية، لأنه كل مرة يعني ولا مرة عم نقدر نبيض وجه معه، لأنه ما في شيء بيبيض الوجه بجل الديب للأسف، حتى نقول إنه مثله مثل البلديات يلي حوالي. نحن رح نحكي معه لنشوف، لأنه أكيد يعني إقلاق راحة، وبالتالي مفروض يكون في دوريات. إيه معك حق، أهلا وسهلا فيك، لأنه كمان موضوع الدوريات كتير مهمة، مش بس كرمال هود الناس اللي مفكرين حالهم أبضيات يعني بيقلقوا راحة الناس، لأنه عم بيصير فيه كمان تعديات كتير على المواطنين بالحيلة، وهيدا الشيء أكيد مرفوض. صورة اليوم نشوفها سوا. هذا
هالصورة هي مطار بريد المنصورية يلي من سنتين على أساس تنظف وتزبط، ولكن الحياة لا تطاق لكل محيط هالبريد، شحتار ودخان مثل ما عم بتشوفوا بهالصورة. أكيد أوجيرو هي معنية بالموضوع، وبتمنى على بلدية المنصورية تخابر أوجيرو لرفع الضرر والأذى عن سكان المنطقة، لأنه بشكل دائم كل ما أكيد فاتح البريد كل ما عندهم هالدخان هيدا وعندهم الشحتار على بيوتهم. بتمنى يكون في تلبية سريعة لنداءات الناس، لأنه من أكثر من سنتين عم بيطالبوا برفع التلوث عنهم من بريد المنصورية. بعطيكم موعد نهار الاثنين، بتمنى يكون نهاية أسبوع مريحة للجميع. بدنا ننتبه كتير إذا في بيكنيك لأنه رح يكون في حرارة مرتفعة. كمان يلي حابب ياخد عائلته يتعرف على يعين على البلدي، يعين على أهدن بكبرى أهدن نهار الأحد 21 آب. الموعد الاثنين عبر الـ MTV، إلى اللقاء.